مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، وما زالت حلقة دبليو ليت شو مستمرة، وجاء وقت ان نحن نستقبل ضيفتنا. ضيفتنا اليوم مش فنانة ولا موسيقية ولا رسامة، ضيفتنا شابة ليبية طموحة، مهندسة اتصالات، عندها يد في أنشطة واجد، وأصبح لها تواجد عالمي من خلال نشاطاتها. ومؤخرا صحيفة ليموند الفرنسية في هالسنة صنفتها من ضمن أكثر 5 شخصيات تستحق المتابعة في إفريقيا. رحبوا معايا مشاهدينا بالمهندسة نجلاء المسلاتي. أنستينا نجلاء، الله يعزك، شكرا. ونحن فخورين باللي انت وصلتي له. لكن قبل كل شيء خلي المشاهدين يعرفوك اكثر من خلال الانفو اللي حنشوفه. مسيرة حلوة وما شاء الله، يعني انت ما زلتي صغيرة في العمر وقدامك تحققي كل هالنجاحات، كوكتيل ما شاء الله، رياضة واعمال تطوعية وهندسة ومبادرات اجتماعية. بس في البداية خليني نسألك، ايش معنى هندسة الاتصالات مش معماري او مدني او حتى صناعي؟ من وانا صغيرة كنت نحب الرياضيات بطريقة مش طبيعية، ولما علاش اخترت هندسة اصلا؟ فأول عام كلنا كنا نفكروا إن إحنا شو بنتخصصوا، يعني شو التخصص اللي حتلقى فيه روحك. فأنا كنت أسأل فيهم إن أنا خاشة الهندسة عشان الرياضيات أصلاً، شو أكتر قسم بنلقاه يعني حنقرأ فيه رياضيات أكتر؟ قروا الكهربي، وخشيت وطلع فيش رياضيات واجد. شوية رياضيات خشيت قسم رياضيات صح، بس كنت حابة الهندسة. كنت حابة الهندسة يعني أنا حتى فيزياء ورياضيات مع بعضهم. وشايفه انك انت ابدعتي في المجال هذا، او انت حابه المجال هذا يعني الاتصالات بالذات؟ لا لا، لكن بس عشان الرياضيات بالضبط. انا بعد تخرجت ما اشتغلتش بكفانس اتصالات. في الفتره اللي فاتت تميتي برنامج تدريبي او دراسي في كامبريدج، وبرضو مركز سان جون للابتكار. كلمينا على التجربه هذه وكيف كان الاساليب الدراسيه، وشنو يعني شنو العائد اللي حصلتيه من التجربه هذه؟ اول ما تخرجت 2013 يعني الحمد لله كنت محظوظه ان بعد شهرين من تخرجي بديت نشتغل مع شركه تطوير، واشتغلت معهم 4 شهور في ليبيا، وبعدها بشينا سنه تدريب في بريطانيا. التريننج كان يعني حاجه مميزه بكل، وكانت نقطه تغير لواجد منا اللي كنا من البحث اللي مشينا نقرا. فكرتها كانت انه هو سنه بس 6 شهور يعطوك اداره اعمال، زي هو مش ماجستير، زي نفس المنهج اللي ياخذوه في اداره الاعمال تاع سنه، احنا كانوا ضغطينا لنا في 6 شهور، وبعدها بعد تكمل 6 شهور هذين نبدا في زي ما تقول تجربه عمل. كل مجموعه منا حطوهم في شركه معينه. فانا كنت في ام سي ساتشي، من اكبر شركات الدعايه والاعلام في اوروبا، وهي كانت بيست في لندن.
فالتريد اللي هي الاكاديمي كان الست شهور الاولاد كان انتنس بطريقه مش طبيعيه، مكثفات من 9 إلى 5. احنا جينا ما كناش متعودين على الطريقه المكثفه هذه وقت العمل الفتره هذه بالضبط. يا هو المشكله ان هم كانوا بريطانيين ويحكوا انجليزي 9 من 9 إلى 5 وما يحكوا انجليزي، تحس دماغك بدا ينعصر مش صداع، حاجه غريبه بس يعني كانت تكلم واجد يعني يا واللكنة البريطانية أصعب من اللكنة الأمريكية من وجهة نظري أنا. أه. فكانت شوية أن أنت لازم تركز معاه يحكوا مش تقدري تسمعي بالضبط، وخاصة إحنا طلعنا من هندسة زي ما قلت لك رياضيات وتليكومنيكيشن والحاجات ذي كلها، وجينا إدارة أعمال فما كانوا يحكوا كأنهم يحكونا بلغة واحدة أخرى، كانوا يحكونا كوكب آخر وكل. بس حبيتها وقررت أن أنا هنا أنا لقيت روحي أكثر في إدارة الأعمال والحاجات هذينا أكثر من هندسة اتصالات. نجلاء، بعد رجعتك من بريطانيا كان عندك مبادرتين مهمات. أولهم اللي هي Coding for Children. نحب نفهم أنا والمشاهدين شن تعني Coding for Children وشنو الاستفادة المستقبلية للأطفال من هالمبادرة هذه. مشروع تعليم برمجة الأطفال من أقرب المشاريع لقلبي بصراحة. الفكرة بتاعتها كانت أن إحنا نبون أهل الأطفال من عمر صغيرة من ابتداء من 5 سنين لعند 14 سنة وبنعلمهم أساسيات البرمجة أو التفكير المنطقي، يعني كيف أن طب أساساً ما تقول برمجة، أنا عارفة أن أغلب الناس يجيهم الفكر أن هي حاجة معقدة وهي حاجة يفهمها الكمبيوتر ويفهموها يعني الرجالة وأن هي معقدة بكل وعرة، هي مشكي بكل، هي فيها أساسيات بسيطة. أول حاجة البرمجة هي أنك أنت كيف زي ما تقول تحل مشكلة أو أنك تدير كيف نشرحها الالجوريثمز، تفصلها بطرق بسيطه ان انت تبي تحكي مع الاله صح. أيوة. الاله مش ذكيه زي الانسان، يعني لما نقول لك اعطيني الطاسه هذه انت حتمدها لي على طول، لما انا بنحكي الاله اني بنفصل اول حاجه الامر بالتفصيل تبيش تنسى حاجه تبيش تنسى فاصله. فالعيال الصغار نعطي فيهم العاب كيف يبدوا يفصلوا الخطه بتاعهم كيف ان هم بياخذوا الطاسه يرسموها يلعبوها زي الخريطه هيك يديروها بحواشين يديروها بجميع الانواع قبل ما يخشوا اساسا ان يبرمجوا بالاليات يعرفوا الاساسيات بتاعتها بطريقه حلوه هم يحبوها. وبعدها يبدوا ينتقلوا بها على الايبادز والكمبيوتر والتعارف تو الاطفال معاش متعلقين بالكتابات زي زمان، يعني لو انك انت تبي تجذبهم وتبي تتعامل معهم تبيهم فعلا يتعلموا حاجه تبي تحكي معهم بلغتهم هم لغه التكنولوجيا زمانهم بالضبط، ما تقدرش تقول لهم هاي اقروا كتابات وهذا اللي هو اللي حيفيدكم بعدين، انه بصدق مش حيفيدهم على قد ما حتفيدهم الحاجات بتاع التكنولوجيا، العالم ماشي شغل التكنولوجيا اساسا. فبعد نكمل تاهيلنا نوروهم طريقه يشتغلوا مع بعضهم الحل المشاكل ترتيب الافكار يبدو يلعبوا فيهن على الايباد تاعهم او الكمبيوتر زي ما قلت لك العاب مخصصه للاطفال على حسب الاعمار وعلى حسب المراحل ان هم يطبقوا اللي احنا ورينا لهم. يعني اول ما بدينا نبغى نطبقوه في المدارس الليبيه كنا خايفين بكل، هل العيال حيستوعبوا الموضوع؟ هل الابلات حيقدر اساسا يقرر العيال الحاجه هذه؟ علشان هيك اخترنا مجموعه مدارس خاصه واخترنا مجموعه ابلات ودربناها في الاردن. الأبلات يعني صدمنا بكر كيف أنهن حبنا الموضوع بطريقة مش طبيعية، مع أن الأبلات الأساس اللي اخترناهم ما كانتش كانش عندهم خلفية يعني. Yeah, ما كانوش والأطفال أكيد يحبوا بطريقة مش طبيعية، يعني حتى لما إحنا نعطوهم أن اليوم مفروض يحلوا 1 2 3 نلقوا العيال حلوا 4 5 معهم يعني، وقعدوا الأولياء الأمور يجوا يقولوا تقدر تزيدوا حصص أخرى به وين نقدر أنا نسجل طفلي إن هو يتعلم عليها أكثر. لا. العيال راحوا يحكوا لأهلهم إن تعلمنا على البرمجة ودرنا هذه وصنعنا لعبة حاجة كويسة حاجة خير. نجلاء، طالما إن هو اليوم عيد ميلادك فالفرقة مجهزت لنا حاجة هكي خفيفة. صوت طيبة صوت طيبة. حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة.
خجولة يعني. لا عندنا معاك لعبة وهي عبارة عن مجموعة صور، كل صورة حن يعني تعبري لنا هي شن تعني لك. خلينا نشوف الصورة الأولى. حب أشبك اللعبة عندنا على السوشيال ميديا. يعني أول حاجة بنشوف السوشيال ميديا نفكر إنه سلاح ذو حدين. نعم. ما نبيش نقعد كل شيء ونقولها، بس هي هيك صح. يعني استخدمتها كويس. يا تستخدمها وهي منفس لوجدين بكر، بس نفس الوقت مصدر كآبة لوجدين بكر. نعم. الصورة الثانية. Oh my God. لو المكان هذا تحت، طبعا المكان هذا في منطقة بطة في بعد المرج، لو المكان هذا عندك شنو حديري فيه؟ منتجع يوغا بدون ما نفكر. يوغا بس. ومنتجع كامل حيكون. عليك خيال. الصورة اللي بعدها. الأرقام. رياضيات. جيتك على يعني في مكانها. بالضبط صح؟ صح. الصورة اللي بعدها. Oh my God. تو كنت سألتني زمان كنت هنقول لك حاجة خيال بكر وسمحة، تو هذا شوف فيها جحيم يعني بهدلة بكر. تعبتي من وتقعد بال 17 ساعة في المطار وأنت ماشي بهدلة بهدلة بهدلة، قعدت تشوف طيارة نتنكد أنا. مشاهدينا الكرام، بيضة وسود عيونها وصغيرة من كلمات الراحل علي جهاني المعروف بعلي ويكا، تغنت بألحان وأشكال واجد، حنسمعوها برؤية جديدة من إيهاب. بيضة وسودة عيونها وصغيرة، وجمع علي ضاوي جبين غزيرة. بيضة 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 بيضة، صور الله البدع ليا صغيرة قدها مترادع، حجمها وعفة حسها مصادع، منها احتار القلب في تدبيرة. بيضة 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 بيضة، يلا شو خلت عقيلي يعرف في حالة، صومين والتالت قريب الديرة، صومين والتالت قريب الديرة. بيضة 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 وسودة عيونها وصغيرة، وجمع علي ضاوي الجبين غزيرة. بيضة بيضة وينك يا حاج.